السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كلكم على خير ان شاء الله، ومرحبا بكم في فيديو جديد. المهم البنات، كما كتلاحظوا معايا هنايا عندي طلعه مع الكسفن تاع الحولي، ان شاء الله غيجيو عندي عائلتي وكوس غنديرها. مومو وكوس غنبارطاجي معكم المقادير اللي غندير والطريقه التحضير. عندي هنايا البصله مع الربيع وشويه ديال الثومه، وعندي هنايا السمن. المهم خليكم مع الفيديو باش تشوفوا المقادير اللي باقي لينا. دابا البنات غنزيد، غندير الملح على حسب الكميه اللي عندي، وغندير شويه ديال الابزار. وغندير شويه زعفران، انا ما عنديش زعفران شعره، من احسن لكان عندكم زعفران الفر، زعفران الشعره كيجي حسن، ولا ما كانش راه ممكن ديروا حتى هذا. وغندير شويه ديال القرفه اللي ضروريه باش تحيد لي ديك داك الجاد اللي فيه. وغنزيد هاد السمن، صافي. وغنخلط هاد الشيء. ودابا البنات غنزيد غير واحد شويه ديال الزيت البلديه. ودابا البنات غنحاول نقطع، غندير فيه شويه ديال الحلات بحال هكا. باش نيت يدخل فيه الطياب ودخل لينا الضغميره اللي درنا فيها. ومن الاحسن البنات الا بيتو، انا غنبيتو ان شاء الله حتى الغدا عاد غنطيبو. الا ما كانش عندكم الوقت لا تعطيو ليه الساعه ديالو ساعتين، حتى غير تشرب واحد شويه ومن بعد غطيبوه. Thank you.
دابا غندير ليه السلوفان وغنخشي في الثلاجه ان شاء الله حتى الغدا عاد نطيبه. ودابا البنات غندهن هاد اللحم تاعنا بشويه ديال الزبده باش نرجعو ان شاء الله يتحمر، ومن غندهنو كلو باش اللحم ما ينشفش ليا، يبقى شويه يبقى لينا طري. وها اللحم تاعنا البنات كيجا مزوقتو بشويه ديال البرقوق وشويه ديال البيض السمان وشويه ديال اللوز. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك الى عجبكم الفيديو وتخليو شي تعليق مزيون. وشكرا لكم على التتبع ديالكم سواء اخوات ولا اخوان.